كانت فقره ترند اللي اكيد الناس كلها اتكلمت عن قرار الكاف الكونفدراليه دوري ابطال افريقيا هيكون موجود هيتاجل هيتلغي. الدنيا لسه ماشيه ازاي؟ محدش عارف الموضوع لسه هيوصل لفين. الكاف ما اعلنش بشكل رسمي. الناس بتتكلم، الناس بتقول، كل واحد ممكن شايف على حسب ناديه وانتمائه. انا عايز الموضوع يكمل عشان الاهلي يكون بطل دوري ابطال افريقيا، واحد تاني عايز ترجع دوري ابطال افريقيا عشان الزمالك يتوج. بيراميدز ايضا كان طموح لاعبين ان الكونفدراليه تكمل عشان تكون اول بطوله لبيراميدز. خلصت فقرتنا على الترند، تعالوا نشوف تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده اللي كان بيقول: اقتراحاتك بعد تاجيل مباريات دوري الابطال والكونفدراليه، هل تستكمل المسابقه ولا تتلغي؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه من على تويتر ونشوف الناس قالت ايه. احمد فتحي كتب: تستكمل في مدينه واحده تكون خاليه من الفيروس. كلام طبعا لسه يا احمد مش مؤكد، مفيش مدينه خاليه من الفيروس، الموضوع لسه مخيف اكيد للناس كلها. اسراء جمعه كتبت: لا طبعا تستمر بعد التاجيل. شهد كتبت: تتلغي المسابقات. طيب خلونا نروح من تويتر ونكمل اقتراحات او ردود افعال حضراتكم، ولكن من على الفيسبوك. احمد علي كتب: طبعا تتلغي حفاظا على صحه اللاعبين، واكيد صحتنا اهم، لان لو استكملوا المباريات هيبقى في تجمعات عشان الناس تحضر المباريات، عشان اغلب الناس ما عندهمش البث للمباريات، عشان كده صحتنا اهم. سيد ابو الوفا كتب: الكاف يخلي الماتشات الباقيه تتلعب في دوله واحده اذا كانت دوله عربيه او افريقيه، ويكون في فحص كامل لكل الافراد. يعني الموضوع اكيد اعتقد صعب جدا، الموضوع انك تخلي المباريات كلها في دوله واحده وتعمل فحص كامل وتكون خاليه من الفيروس وناس جايه، الموضوع صعب جدا، واكيد كلام كتير جوه داير في الكاف سواء هيتلغي او هيتاجل المباريات. نتمنى مره ثانيه نشوف النشاط الرياضي بيعود بشكل كامل في كل العالم، مش بس في مصر، يعود مره ثانيه دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، دوري الابطال، اوروبا، كل النشاط الرياضي يرجع مره ثانيه ان شاء الله. مشاهدينا بكده بتكون خلصت حلقتنا، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده من 60 دقيقه. دمتم في امان الله.